عندك حق يا حمزة، أنا كمان فكرت في موضوع إن الوزارة مخترقة وفيها حد هو اللي بيساعد سليم إنه يهرب. حد مين يا فندم؟ ما هو لو في حد فينا ساعد سليم على إنه يهرب لازم يكون على أعلى مستوى، وإلا ما كانش أكبر عشماء ودكتور السجن إنهم يساعدوا سليم إنه يهرب. أنا عارف، لكن اللي مش عارفه لحد دلوقتي هو مين؟ ده السؤال بالظبط يا فندم. إلا كده سليم هيعرف أي حاجة نعملها حتى قبل ما نعملها، فيبقى استحالة إن إحنا نقبض عليه. خليكم انتوا الاثنين ورا حسن وسيبوا لي انا موضوع سليم، انا عارف اعمل فيه ايه. غادة كنت فين لحد دلوقتي؟ ما بترديش على الموبايل ليه؟ كلمتك يجي 100 مرة. عادي يا ماما، كنت حاطاها سايلنت عشان كنت في الشغل، ولما جيت امشي لقيت العربيه عطلانه ومش راضيه تدور. تقومي تتاخري لحد دلوقتي؟ لحد ما رحت البنزينه ولقيت حد يصلحها لي، يعني خدت وقت. كنت خدتي تاكس او على الاقل كلمتيني عشان ما اقلقش عليك. وتقلقي ليه يا ماما؟ هو في ايه يقلق؟ ايه مالك؟ في ايه؟ معلش يا ماما حقك عليا، انا تعبانه ومش نايمه من امبارح ومحتاجه ادخل انام. تصبحي على خير. ايوه لحظه واحده. ساتر يا رب. ايه؟ طيب حال. انت فواز عبد الرحيم؟ ايوه. تعال معانا. طب بس اغير. يلا تعال معانا هتوه. تعال. عايز تفهمني ان لحد دلوقتي لا جالك ولا اتصل بيك؟ يا سعاده البيه، بالعقل كده، سليم ابني مات ودفنته بايديا دول، يبقى هيجي يزورني ازاي يعني؟ بقول لك ايه، الفيلم ده تعمله على واحد تاني. انا وانت عارفين كويس قوي ان سليم لسه عايش، يبقى ملوش لازمه الشغل ده معايا. عايش ازاي؟ ده حكم اعدام ومات، الله يرحمه. بقول لك عايش ايه؟ انت ما عندكش الا الاسوانه المشروخه دي هتشغلها لي كل شويه؟ اسمع يا عم الحاج، انت راجل كبير وزي ابويا، يعني ما انتش حمل بهدله. انت عارف كويس قوي ان انا هجيبه هجيبه، يبقى تتكلم وتجيب من الاخر ودلوقتي. انا قلت لك كل اللي عندي، سليم مات. يعني قالك ما يعرفش حاجه؟ كنت متوقع كده. طب بقول لك ايه؟ حالته الصحيه عامله ايه؟ طب خلاص سيبه يمشي. ايوه يروح. مش هتعرف تطلع منه بحاجه اكتر من كده. بس بقول لك ايه؟ يفضل تحت المراقبه 24 ساعه، لو سليم حاول يروح له او يتصل بيه اعرف على طول. ماشي. دخلوا الحاجة جوه. جبت لك كل اللي طلبته. طب تمام، بس أنا مش هبدأ شغل دلوقتي، عايز ألحق حسن، حمزة زمانه بيدور عليه. تعمل معاه إيه؟ هشوف. قول لي يا سليم، أنت ناوي تعمل إيه مع حمزة بالظبط؟ لو واحد قتلك ابنك تعمل معاه إيه؟ ماشي، حقك، بس ما تخلوش يلهيك على اللي احنا بنعمله. اللي احنا داخلين عليه يا سليم
أهم من حمزة ومن كل اللي وراه، وما تنساش كمان إن هو الوحيد اللي عارف يقبض عليك قبل كده. عشان كده مش هخليه يهدى ويفكر، هخليه يفضل يلف حوالين نفسه لغاية لما يدوخ ويقع، ساعتها يبقى نقعد ونتحاسب. مش هتأخر عليك. نمت كويس؟ يعني تاني؟ جرى يا حمزة؟ انت ما سمعتش الدكتور قالك ايه ولا في ما حكايتك ايه؟ اطلب لي قهوة. قهوة ايه يا عم؟ على الصبح افطر الاول، استنى اطلب لك فطار. اطلب لي قهوة بس يا بهاء. حسن دكتور السجن طلع ان ليه اتنين قرايبه ساكنين في القاهرة، وطبعا اكيد هو مستخبي عند واحد منهم. جبت لكم العنوان بتاعتهم اهو. انت واحد وانا واحد، ها؟ يلا بينا. دودو برضو مش هتقولي لي ايه اللي حصل امبارح واخرك كده؟ ما انا قلتلك ان عربيتي كانت عطلانه. غدا يا حبيبتي، انت عمرك في حياتك ما كدبتي عليا، حتى وانت صغيره، هتكدبي دلوقتي؟ مش هكدب عليكي، وهقول لك ايه اللي اخرني. انا كنت امبارح مع سليم. سليم؟ ازاي؟ وليه؟ تاني؟ تاني سليم؟ وليه ما قلتليش من امبارح؟ عشان كل اللي انت بتعمليه ده، عشان انا مش حامل زن وضغط ووجع قلب اكتر من اللي انا فيه. طب فهميني، انت ناويه على ايه؟ عملتي معاه ايه؟ ما عملتش حاجه ومش ناويه على حاجه، وزي ما قلت لك قبل كده انا وسليم خلاص ما بقاش في اي حاجه ما بيننا. ينفع دلوقتي اروح شغلي؟ شغلي ايه اللي هتروحيه؟ انت مش هتخرجي من البيت. انا لازم اروح ولازم اتصرف عادي وكاني ما فيش اي حاجه عشان ما حدش يشك. شايفه بقى الهنا اللي بنتك فيه؟ غاده استني هنا. غاده قلت لك قبل كده ما اعرفش عنه حاجه، وبعدين انا وحسن اصلا ما بنتكلمش كتير. يعني انتوا ولاد عم ولا تتكلموا ولا تعرفوا عن بعض حاجه؟ ايوه ما اعرفش عنه حاجه. وانا بقى المفروض اصدق الكلام ده مش كده؟ تصدق ولا ما تصدقش؟ اعمل لك ايه انا؟ تعمل لي ايه؟ انا اقول لك تعمل لي ايه يا حبيبي؟ بص بقى، عشان انا ما عنديش وقت وخلقي اصلا ضيق، حسن قريبك دوت هرب وهيتجاب، يعني هيتجاب تمام؟ فمن الاخر كده ومن غير لا توعجن تقول لي هو راح فين؟ يا اما قسما عظما برب. ايه يا ابو مريم؟ مفيش حاجه، مفيش. احنا اسفين، واضح ان احنا ازعجنا المدام. ماشي، بصنعه لطافه كده اخش اعتذر لها بالشياكه وقول لها نص ساعه رايح مشوار وجاي تاني. يلا. مشوار ايه يا يلا ايه؟ هنروح فين؟ يلا يا ابو مريم. ايوه اتاخرت يا حمزه، حسن كان هنا ومشي. ما تضيعش وقتك، مش هتعرف تلاقيني بالسهوله دي. قول لي عامل ايه دلوقتي احسن؟ اسمع يا سليم،
اوعى تفتكر اللي انت بتعمله معايا ده هيجيب نتيجه. اوعى تفتكر ان انا مش عارف اجيبك يا سليم. حمزه انا اللي هجيبك مش انت. ودلوقتي يلا علشان تلحق، قدامك ساعه واحده، يا توصل لحسن يا اما انا اللي هوصل له الاول، وساعتها انت عارف ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ انت نايمة ليه؟ انا قلت هرجع عليكي محضرة لنا العشاء ونقعد. اتأخرت كده ليه؟ بقالك أربع ساعات بتقولي الساعة وهاجي. يعني أنا جاي ببوسك بتزقيني؟ وبعدين في إيه يعني؟ قعدت مع أصحابي والقعدة طولت شوية وفي شوية بنات حلوين جم قعدوا معايا. أنت شكلك فايق وأنا تعبانة وعايزة أنام، كفاية يا رغي. ماشي. إيه هو إيه اللي في إيدك ده؟ أنت مالك بقى؟ أنت مش كنت عايزة تنامي؟ هات وريني. بكره لما تصحي من النوم ان شاء الله. بقول لك هات وريني. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عشان انا؟ لا ده مش بتاعك انت، استني. بطل بقى رخامه. طبعا يا عبيطه بتاعك، امال بتاع مين يعني؟ بس ده تحفه تحفه تحفه، بس ده شكله غالي قوي. بصراحه هو غالي شويه. بس مش خساره فيك. أكيد مش خسارة فيا، بس إحنا كنا متفقين إن إحنا نحوش. طب ما أنا حوشت أهو وجبت لك الخاتم. لا اتفقنا نحوش عشان ندخل أحمد مدرسة كويسة. يا ستي لما يبقى يكبر ويخش المدرسة نبقى نبيعه. لا مش هنبيعه، ده خلاص بقى بتاعي أنا. طب البسيه بقى عشان نشوفه على إيدك. طف. شكلي كده خلاص مش هنام. أكيد مش هتنام. ومين قال لك إن أنا كنت هسيبك تنام؟ ألو. يا حمزة. إيه؟ سليم؟ لا ما كلمنيش ولا حاول يقابلني. بقول لك ما قابلتوش. حمزة لو سمحت ما تكلمنيش تاني. تاني الدكتور حسن اخر مره كلمك في التليفون امتى؟ مش فاكر، بس من زمان. انا وحسن ما اتكلمناش. اخر مره هسالك السؤال، بص انا حلو معاك ازاي، بس بعد كده ما تبقاش تزعل مني. الدكتور حسن اخر مره كلمك في التليفون امتى؟ مش فاكر، صدقني مش فاكر. وماله؟ افكرك. شايف الورقة دي؟ الورقة دي فيها كل المكالمات اللي عملها الدكتور حسن آخر يومين. لقينا فيها إيه بقى؟ لقينا فيها إن آخر واحد كلمه الدكتور حسن في التليفون كان أنت، تخيل؟ وإيه كمان؟ كلمك مكالمتين،
أول واحدة كانت امبارح 5:30 الفجر، 3:19 والتانية بعديها 9 الصبح. قعد معاك في التليفون ربع ساعة. افتكرت ولا هو صحيح كلمني لكن ماليش رايح فين؟ بس قالك انه هيهرب، يبقى اكيد كان عايزك تساعده. انا معرفش حاجة، معرفش. ما تعرفش حاجة ماشي براحتك، بس عايز افهمك على حاجة. انت بتاعي، ومفيش اي حد في الدنيا دلوقتي عارف انت فين ولا هيحصل لك ايه، وانا وراك لحد ما تجيب اخرك. فمن الاخر هتتكلم، هتتكلم. عملت ايه بقى؟ الكلام مش هجيب نتيجه مع الواد ده سعادتك. الواد ده لازم يتشد عشان يتكلم. يتشد؟ طب هو عصام مشكلة؟ ايوه، بس انا معرفش حاجة ولا ليها دعوة بأي حاجة. قول لي يا عصام، أنت تعرف عقوبة التستر على مجرم هربان من العدالة قد إيه؟ يعني من 3 لـ5 سنين، وده في الجرائم العادية، لكن في حالات الإرهاب والأمن الوطني العقوبة دي بتوصل للمؤبد. أنا عارف إنك عايز تساعد قريبك، لكن عندك استعداد تدفع ثمن مساعدتك ليه ولا لأ؟ أنا عن نفسي مش هعمل لك حاجة، ومش هخلي أي حد هنا يعمل لك حاجة. أي حاجة هتحصل هنا هتبقى بإرادتك أنت وبالقانون. عايز تتكلم اتكلم، مش عايز تتكلم أنت حر. هو كلمني وقال إنه لازم يهرب، لكن والله العظيم ماليش ليه ولا حتى إيه اللي حصل. أنا معرفش حاجة. ومش لازم تعرف. أنا كل اللي عايزه منك تقول لي هو فين، وأنا وعدك بعدها على طول هسيبك تروح بيتك. الكلام ده لو ساعدتني، لكن لو ما ساعدتنيش أنا مش هقدر أساعدك. حسن قاعد في شقة ابن خالتنا اللي مسافر، لكن مش هيفضل قاعد فيها كتير. حسن هيسافر النهاردة. سوبر جيت فرع الجيزة تحت أمرك. ألو؟ الطريقة اللي انت بتشتغل بيها دي مش هتنفع بهاء.
يا فندم سيادتك لو كنت اديتني فرصه كنت خليته يتكلم. ما كانش هيتكلم ولا انا كنت هوافق على الطريقه اللي انت استجبت بيها. شغل زمان ده خلاص انساه يا بهاء. اتفضل. صباح الخير يا سعاده الباشا. صبري باشا اتفضل. ازيك يا بهاء يا ابني؟ صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا يا صبري باشا اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا يا فندم. الحقيقه انا لقيت نفسي يعني فاضي شويه قلت اجي ادردش يعني مع حضرتك. انت تشرف في اي وقت يا صبري باشا. تقدر تمشي انت بقى. متعب شويه بقى بتاع شغل بس محتاج يتظبط شويه. المهم اخبارك ايه؟ معك دلوقتي وسليم ايه هرب؟ ماشي ماشي انا في انتظارك. يلا عرفت توصل له للدكتور؟ حمزه جايبه وجايبيه على هنا دلوقتي. عظيم. لو عرفت تخلوه يتكلم هتعرفوا منه كل اللي انتوا عايزينه. ما اظنش انه هتكلم بسهوله. اللي خلاه يساعد سليم ممكن يخليه ما يتكلمش. والله يا باشا هقول لك ايه، بس شغلتنا دي ما فيهاش اي حاجه سهله ابدا. انا عطلتك بقى فيه كفايه، هستاذن انا. يا صبري باشا انت تنور في اي وقت، على الاقل نستغل خبرتك دي. يا باشا العفو، لو حضرتك عوزت اي حاجه كلمني في اي وقت ان شاء الله. سلام عليكم. مع الف سلام. انت سايب الباب مفتوح، انت نمت ولا ايه؟ ادخل. يا نهار ابيض حاج فواز، حاج فواز يا نهار ابيض. الو الاسعاف؟ حمزة مسك دكتور السجن. متأكد؟ شفته هو بيقبض عليه وزمانه دلوقتي واخده على الوزارة عشان يحقق معاه. تفتكر هيتكلم؟ أكيد هيتكلم. انت جايبني هنا ليه؟ ها؟ جايبني هنا ليه؟ هتعمل فيا ايه بس؟ هتعمل فيا ايه؟ هتعمل فيا ايه؟ انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. هتنطق وتقول لي مين اللي وراك ولا تغاب عليك؟ والله ما ليا ذنب في حاجة، أنا كنت بنفذ الأوامر. أوامر مين؟ أوامر مين أنت؟ أنت لا صبري